ماكو اذكر ولا سمي. هذه ما هي العقوبات التي يتخذها الحكم في لعبة كرة القدم؟ هذه هي طبعا حوراء. عيد السؤال عفوا. عيد السؤال عفوا. سأعيد السؤال وكأنك لم تسمعيه. ما هي العقوبات التي يتخذها الحكم في لعبة كرة القدم؟ الطرد. ها؟ الطرد. الطرد. صح. الكارت الأحمر الطرد. نعم. الاحتمال الأول شنو؟ يلا. الحكم. الحكم. حكم لعبة كرة القدم شو يسوي؟ خطأ مع الأسف. الآن بإمكانك حوراء أن تقررين. نروح وياكم لو تحولين السؤال إلى الطيارة. وياهم. ها؟ وياهم. يلا. تفضل أخت حوراء. يلا دنيا. أستاذ عماد. نعم. ما هي العقوبات التي يتخذها الحكم في لعبة كرة القدم؟ الكارت الأصفر. ها؟ الكارت الأصفر. الكارت الأصفر. نعم. وهو أعلى احتمال الإنذار. وحسين. الفاول. 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 خطأ. ما أجا هو الفاول. صار فاول. يعني حركة وصار فاول.